اليوم رح نعمل مقلوبة اللحمة بالزهرة. رح نحتاج كوبين رز مصري، غسلناهم منيح ونقعناهم بالمي. نقلي الزهرة بالزيت على النار لعندما تحمر. مشي. غسلت اللحمة وقطعتها متوسطة الحجم، بعدين بحطها بطنجرة الضغط ومي سخنة، ونحط عليها الهيل، ورق الغار، والبصلة والقرفة، ونتركها لتستوي. بعد ما استوت اللحمة بنكب المي عنها، بنغير بطنجرة تانية، بنحط بصل مفروم، بهارات مشكلة، ملح ورشة كركم، هيل وفلفل وقرفة، ورشة زيت زيتون. بنقلبها مع اللحمة حتى تتحمر شوي، وبنحط عليها مي مغلية، بنتركها لمدة 10 دقائق، وبنطفي النار عليها. بعدين بطنجرة تيفال أو طنجرة غير لاصقة بتحطي اللحمة فيها، القرنبيط، بعدين الرز، بتصبي عليهم مية اللحمة بعد ما بتصفيها من البهارات، وبتحطيها على نار عالية. لما تبدأ المي بالغليان بنوطي النار عليها، بتركها على النار لمدة 20 دقيقة. وبعد ما تستوي المقلوبة نقلبها بجات أكبر، ونزينها باللوز أو صنوبر المقلي. مساحتين وعافية.